بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم في موقع شروق الإسلام. حديثي معكم عن الحياه الطيبه كيف يعيش المرء حياه طيبه وما هي الحياه الطيبه الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مبينا في تفسير تلك الآية فلنحيينه حياة طيبة، قال قال ابن عباس رضي الله عن عنهما الحياة الطيبة هي الرزق الحلال. وفي روايه اخرى قال ابن عباس الحياه الطيبه هي السعاده وقال علي رضي الله تعالى عنه الحياه الطيبه هي القناعه وقال ابن كثير كل ذلك يجمع معنى الحياه الطيبه التي قالها الله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة فالحياة الطيبة في الدنيا لا تكون إلا في طاعة الله وفي شراح الصدر بذكر الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه للعمل الصالح وشرح صدره فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فشرح الصدر باذن الله سبحانه وتعالى فهناك اناس يعيشون حياه طيبه برغم قله العيش وقله الزاد وقله الولد الا انهم رضوا بما قسم الله عز وجل لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فالغنى الحقيقي في الرضا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة هذه الحياة الطيبة يتنعم فيها براحة البال وبهدوء النفس لانه رضي عن الله سبحانه وتعالى فرضي الله عز وجل عنه هذه الحياه يفقدها البعض ويبحثون عنها فلا يجدونها ويحسدوننا نحن المسلمون يحسدوننا على نعمه الاسلام على نعمه الاسلام ونعمه الطاعه لاننا نعبد الله ونطيع الله سبحانه وتعالى وقال ابن تيميه رحمه الله: إن في الدنيا جنة إن في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فما هذه هي الجنة فما هذه الجنة التي قال عنها ابن تيميه ألا وهي ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنه قال حلق الذكر حلق العلم مجالس العلم مجالس الطاعه التي تقربك من الله سبحانه وتعالى هذه روضه من رياض الجنه فارتعوا لا تتركوها قالوا وما رياض الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حلق الذكر وقال اخر نحن في نعمه وفي سعاده لو علم بها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف هذه النعمه وتلك السعاده في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله واياكم من الذين يعيشون حياه طيبه وينعمون بنعم الله سبحانه وتعالى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله